الخبر الاول اللي عدى عن اليوتيوبر وتضامنهم ويا العراق. طبعا بالنسبه لي يعرفوا شو اللي صاير، فاليوم بالعراق صار يكون انفجارين وراح بيها هواي ضحيه، الله يرحم الشهداء ويجعل مثواهم الجنه. فطبعا نور مارو ريدر ومحمد جواني كلهم نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات تترحمون بها على الشهداء، وبعدهم نزلوا ستوريات ثانيه هم يحجون بها على اهل سوريا واللي هم ادلب، اللي ما يعرف شو اللي صاير بيهم انه اكو طفلين ماتوا بسبب البرد. فرطوك ما ادري ستوريات شوفوها. الكل عارف ايش صار اليوم ببغداد، الله يرحم جميع موتى العراق والله يرحم شهداء العراق. حبايب بالرغم ان المشاكل شغلتني عن كثير شغلات، بس اكيد ما بنسى الناس اللي حاليا بادلب، وانا ما قصرت والله بيعلم شو عملت. نحن قلنا معكم، التفجيرات اللي صارت بالعراق كمان نحن قلنا مع اهل العراق واهل سوريا. طبعا تنسون يا حبايب انه تدعو لهم بالكومنتات الله يفرج عليهم. الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني وحذف اغنيته وليش بيسان اسماعيل هي اللي ورا هذا الشيء. طبعا راح اشرح لكم القصه بالكامل، كل ما عليكم مجرد تركزون وياي. بدايه القصه لما اكو شخص اسمه مجد، الصراحه ما حد كان يعرفه، لكن مجد كان عنده اغنيه واللي هي بعنوان خسرتي حالك. طبعا هذه الاغنيه نزلت من 4 سنين واللي هي نفسها اللي غناها جواني. جواني من سمع الاغنيه كلش عجبته وحب انه يسويها بصوته، وطبعا هذا الشيء مسموح واللي هو اسمه كفر. اغنيه محمد جواني هي كانت نفس الاغنيه بالضبط ككلمات وكلحن، ولكنها كانت بصوت محمد جواني، وهذا الشيء اسمه كفر، ومثل ما قلت لكم هو مسموح قانوني، ولكن مجرد لازم نسوي شغلتين، هو كان لازم محمد جواني يكتب اسم مجد بنهايه الفيديو، وطبعا جواني سوى هذا الشيء وكتب اسمه بنهايه الفيديو. اما الشيء الثاني فهو تراسل الفنان نفسه وتطلب من عنده انه يوافق على هذا الشيء. طبعا جواني سوى هذا الشيء وراسل مجد، والدليل الموجود بالمقطع راح احط لكم اياه بعد شويه. فحاليا اغلبكم راح يسال شنو اللي صار. بعد ما جواني نزل اغنيته وجابت مشاهدات كلش عاليه، من الواضح انه بيسان اسماعيل وتحديدا امها تدخلوا بالموضوع. هذا الشخص اللي اسمه مجد طلع هو يشتغل بنفس المكان اللي تترقص به بيسان اسماعيل وتغني، فبيسان امها طلبوا من مجد انه يحذفوا له الاغنيه لمحمد جواني، اتوقع مقابل فلوس. الاغنيه لمحمد جواني. جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست اللي فضح به القصه بالكامل، ده حاط بالبدايه شويه محادثات ويا مجد، جاب تسجيل صوت المجد وهو يوافق، جواني يغني الاغنيه بصوته راح احط لكم اياه عمود تفهمون اكثر. حبيب القلب اخي الفنان مجد، الله يسعد لي اياك يا رب. في غنيه عندك قديمه عمرها شي 5 سنين. هلا انا عندي غنيه خاصه على 4 مليون سبسكرايب، والله شيء اوصل 4 مليون سبسكرايب. بس هي الغنيه حبيتها وحبيت اخذ اذنك طبعا اذا ما عندك مشكله، تمام؟ اني غنيها بصوتي، واذا عندك مشكله فداك والله فداك، انت اكيد ما بحرجك. وانا بتشرف اني غني لك وحط انه الغنيه الاساسيه لك والله. حبيبي حبيبي والله على راسي، حبيب القلب كلك ذوق يا مزوق. انت شطور وفنان ومحترم ومهذب وبن بيت. امال بيحليلك يا حبيبي، كل الاغاني لك، غني اللي بدك اياه. حبيبي ما يهمك، واي شيء بتعوزه انا واقف حدك على راسي. السؤال حاليا ليش حذف له الاغنيه؟ ما دام هو كان موافق عليها بالبدايه، طبعا اكيد بيسان اسماعيل هي تدخلت بالموضوع، وهذا الشيء كتب محمد جواني لما كتب على هذا البوست. مساء الخير حبايب، بعرف ان الاغنيه انحذفت وشكرا كثير لاهتمامكم ورسائلكم الحلوه، لا تزعل ابو جوج نحلى معك. والحمد لله الاغنيه طشت بكل مكان وهذا انجاز حلو فترة قصيره، ولكن حبايبي الموضوع المهم عن المطرب الاساسي مجد موصلي، يعني كلكم ما كنتوا سمعانين فيه ولا تعرفون مين هذا بني ادم، ولكن لما غنيت له الاغنيه حكيت معه فكرته الزلمه ورحت استشيره واخذ اذنه اني بدي الاغنيه، وطبعا هو وافق وحطيت لكم التسجيل قبل شويه. لكن واضح ان الزلمه بعد ما وصلت الاغنيه نص مليون مشاهده بكم ساعه راح حذف اصواته بعد الخوازي اللي اكلته بحياتي، حسبت هذا الحساب وسجلت الصوت، بعد بعثت له يا رفيقي انا مضايقك بشيء، ممكن اعدله او قصرت معك بشيء. مثل ما قلت لكم محمد جواني كان كاتب نهايه الفيديو شكر لهذا الشخص اللي على اساس فنان يا حيف. وطبعا بنفس الوقت ما في شيء بظل مخبي، فوصل الخبر انه هذا الشخص يغني بنفس البار اللي بيسان اسماعيل تترقص به، وكتب فهمته عليه واللي هو واضح انه يقصد بيسان اسماعيل بكلامه، وبعدها اخر شيء خدم كلامه لا تخافوا حقي بعرف كيف بجيبه يا شاطرين، بدي منكم تحكموا على هذا الانسان اللي ضرني وتعبت وصرفت على الفيديو كليب وانا ما كنت قصر معه بشيء، وقلت له بشكرك بفيديو خاص على اليوتيوب يعني راح ارفع اسمك وبفتخر بنجاحنا سوا، بس رغم هيك الحسد والغيره عمت عيونه وراح حذف الاغنيه لان شافها وحققت نجاح. بس بقول لك بالاخر يا فنان الله يسامحك، وتاني مره خليك زلمه قد كلامك وشكرا. وطبعا حتى الريدر دخل بالموضوع وكتب له تعليق لمحمد جواني يقول له لا تزعل بي حمودي، هذول بشر ما شبعانه وعلى طول يحقدون على اي شخص يسوي نجاح، تروح هاي الاغنيه وتجي الف مثلها. فطبعا اغلب المتابعين حتى اللي ويا بيسان او ضد بيسان ويا مجد ضد مجد صاروا يتهجمون عليهم على بيسان اسماعيل ومجد. اصلا بيسان اسماعيل وانس شايب بالمقطع مال امبارحه لما كانوا يستعطفون المتابعين يقولون انه حرام تضرون شخص وانه حرام تقطعون برزق شخص، ولكن للاسف هم سووا نفس الشيء لما حذفوا اغنيه محمد جواني. جواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها كلام كلش مهم من قلبه، بنفس الوقت يشرح الموضوع اللي صار، احط لكم اياه كلش مهم، شوف الستوريات قصيره. حبايب القلب يسعد لي مساكم يا رب. اول شغله شكرا لكل الرسائل، لكل كلامكم، كلامكم هو اللي شجعني اعمل هذا الستوري واحكي معكم كلمتين. انتم بتتذكروا قديش تعبت وقديش كنت اصور ستوريات واقول لكم يا جماعه انا مو نايم بتصوير الكليب، وقديش تشكرت الفنان نفسه قلت لكم هو الشخص سمح لي، وهي الغنيه بتحكي قصه انا عشتها، الغنيه عمرها 5 سنين، وحكيت كل شيء معكم بصراحه. ناس ما بتقدر لا تعب لا اي شيء، بكبسه زر واحد مستعد تضر الناس الثانيه، بتعرفوا ليش؟ ضاقت بعينهم،
غني لك صار لها 5 سنين عليها 80,000 مشاهد، ما كانت 80,000 مشاهدة حتى، تمام؟ ما كان حدا بيعرفها، بتروح بكبسة زر بتضرني، وانا عم بقول لك انا مستعد اني اشكرك وشكرتك، وبعد ما نزلت الغنية بنص ساعة بعثت لك قلت لك اخي حبيبي شكرا لك. اخر شيء شفت شو عمل صراحة، هذا مو فعل اولاد حلال والله العظيم، مو فعل زلم ابدا. على كل حال يا جماعة، انا نزلت البوست، اصواته بالبوست موجودة وكل شيء مكتوب تحت البوست. شكرا لوقفتكم معي لكل رسائل. اكتبونا يا حبايب بالكومنتات هل تشوفون انه بيسان وامها هل هما منافقين او لا بكلامهم مبارحة. الخبر الثالث اللي عدنا عنه اخيرا رجوع اغنية جوان الجديدة. جوان نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات كان بها انه اغنية الجديدة نزلها على القناة الثانية، راح احط لكم اياها بالوصف روحوا فجروها، وانه بعد يومين ثلاثة ترجع القناة الاساسية، ويشكر المتابعين على وقفتهم اياها، راح احط لكم الستوريات تشوفوها. في ناس مثلكم مستحيل اني خاف من اي حدا بالسوشيال ميديا. كم يوم بترجع الغنية ويسعد ربكم على كل شيء عم تعملوا. حرقت ام السوشيال ميديا اليوم، اليوم انثبت لي مين اللي معنا ومين ضدنا، اليوم انثبت لي مين ابن الاصل اللي كفو اللي وقف معي وحس بتعبي وكل شيء، واليوم ان كان متابع او اي حدا، وانثبت لي مين الاشخاص اللي بتشمت اليوم. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهكير قناة مصطفى ريدر، فحاليا تدخلوا على القناة راح تشوفون انه الصورة مصغرة ماكو، وبعد هذا الهكر نزل مقطع على قناة ريدر كان عبارة عن عنوان كل النقاط والكومنتات كلها يقولون انه الموضوع هكر. ريدر نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يقول بها انه هو منصدم من الموضوع وما يعرف شو اللي صاير، وانه يتوقع انه وراه موضوع هكر، ويقول انه هذا الهكر مسح له اكثر من مقطع، وانه هو راح يراسل اليوتيوب عمود يحل الموضوع. راح احط لكم هذه الستوريات كاملة شوفوها. هلا حبايبي شلونكم؟ طبعا هسه وصلت للبيت وشفت رسائلكم وشفت تعليقاتكم على القناة انه القناة ما ادري شنو متغير بها الصورة ومتغير بها الاغلاف وهواي شغلات متغيرة بها، فما اعرف شنو صاير بصراحة بالقناة، يعني اتوقع القناة متهكرة واحد مغير شيء بالقناة. ما دام لحد الان حاولت تقريبا 10 مرات ارجع افوت للقناة وما دا يخليني افوت، وياسها مو جايه حاولت من تليفونها وهم ما دا يخليها تفوت للقناة، يعني ما دا افتهم شنو المشكلة. كل شيء غريب يعني، كل شيء متغير، في شغلات متغيرة كتير. فما اعرف والله العظيم، يعني ما ادري هسه راح نشوف، راح احاول اشوف حرة، احاول اتواصل ويا الشركه واشوف شنو ممكن يقدرون يسوون، بس حاليا ما اعرف. يعني اكو فيديوهات حتى مشيوا له فيديوهات عندي قديمه، طالع كل هواي من الاشخاص يقولون الموضوع ممكن يكون مقلب، ولكنه هو نزل ستوري ورا يقول مقلب، يقول مستحيل اسوي اشياء، هي اشياء مين مزح بيها. فان شاء الله ترجع قناه بقرب وقت، واكتبوا لنا بالكومنتات هل تتوقعون وسام تكت ورا الموضوع او لا. وصلنا هنا وصلنا لهذا المقطع. طبعا احبايب اسف ان المقاطع اخر فتره شويه طويله، او هذا المقطع والمقطع قبل 8 دقائق، ولكن صراحه مش مستخدم الموضوع، ولكن مثل ما تشوفون المواضيع قويه شويه، فنضطر ان نطول لكم اياها واشرح لكم اياها بالكامل. وشكرا لكم على الدعم يا مدد تقصرون بهذا الموضوع، فشكرا لكم وبس. كان لكم فايز يا مقاطع من القصص، ومع السلامه.